بدأ بطرس يقول ليسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال يسوع: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أماً أو أباً أو أولاداً أو عقولاً إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولاً مع الاضطهادات، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. كثيرون أولون يصيرون آخرين، وآخرون يصيرون أولين. حقاً والأمان لجميعكم. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. أبد الجميل محمد الأباء الشباب، إخوتي وأخواتي الأحباء جميعاً للرب يسوع، مثل كل جمعة مساء اجتمعنا أيضا الليلة حول عائلة شربل وأعضائها مع كل الزوار وكل القادمين إلى دير مضمون عناية، طالبين شفاعة شربل ومضمون. نرفع صلاتنا بهالقداس إلى الرب، طالبين منه إنه يباركنا جميعاً، ومنطلب منه بالوقت ذاته الأنوار السماوية، الأنوار اللي بتعطينا هي كلمة ربنا، مثل ما بقول على المزمور: هي نور لخطانا، هي اللي بترسل لنا الدرب. إذا حقيقة بدنا نكون تلاميذ للرب يسوع ومنريد إنه نتركه. مرشربل قديس لبنان العظيم، لحقيقة بشفاعته عم بتتم عجائب كتير. يمكن هيدا الأسباب الرئيسية اللي بتخلينا نجي بإيمان إلى طريقه وإلى دير مرمرون بعناية. بحياته بيعلمنا كتير، لأنه بيعلمنا كيف اتباع الرب بإيمان وبشكل ثابت واتباع حقيقي بيوصل الإنسان إنه يذبح الملكوت السماوي. لذلك مع كل النوايا اللي بنحكيها معنا وكل الشفاعة اللي بنطلبها، تبقى أهمية زيارتنا إنه نتأمل بحياة القديس العظيم بقداسة حياته، حتى نحن كمان نرغب بدورنا إنه نكون عم نذبح الملكوت السماوي. إنجيل اليوم هو ختام مقطع من إنجيل مرقس، بيبتدي لما بيجي الشاب بيقول له ليسوع: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل من الصلاح لأرث الحياة الأبدية؟ فإذا هالشاب اللي كان سمع يسوع وتأثر بكلامه، أكيد أكثر من مرة سمع تعليمه، كبر بداخله الرغبة بأنه بده يذبح الملكوت السماوي. وهون يسوع بالحوار معه يبتدي أولا بأنه عليك أنه تحفظ الوصايا، اللي هي المرحلة الأولى وصايا الرب. ولما بعد له إياها بقول له: هيدي كلها أنا حفظتها من أنا وصغير. وبقلنا مرقس انه يسوع اطلع فيه وحبه لهالشاب، لانه شافه ماشي على الدرب. لذا حقيقة بيعمل الخيار الحقيقي وبيعمل الفشفة النهائية، اكيد بيمشي بدرب الملك. سأل يسوع بيقول له: تنقص بينقصك امر واحد، انه تبيع ممتلكاتك وزعها على الفقراء، بصير عندك كنز بالسماء،
تعبان. ساعتها بيقول الإنجيل بأنه هالشاب صار حزين لأنه كان ذا مال كثير. ويسوع من بعد ما يفل هالشاب بيعطي التعليم، بيقول قديش صعب على الأغنياء، على الأثرياء، على الأشخاص المتمسكين بمقتنيات هذا العالم بأنه يربحوا الملكوت. وبيقول أسهل للجمل إنه يفوت من خدم الإبرة من إنه المتمسك بخيرات الدنيا إنه يدخل ملكوت السماء. ولما التمييز بيقولوا فإذا مين بيقدر يخلص؟ بجواب يسوع ما هو غير مستطاع لدى الناس مستطاع لدى الله. ولفت للنظر إنه لما التمييز سمعوا يسوع ما كان جوابهم جواب واحد بتطمن، يعني بمعنى إنه هني ما كانوا أغنياء، هني أغلبهم صيادي سمك، أشخاص متواضعين، كلمتها كان عشار معه مصاري يمكن أكثر من الباقيين. ولكن سؤالهم إنه مين بيقدر يخلص يوعينا على حقيقة، لأنه حقيقة الخلاص هو نعمة وهبة من ربنا للشخص اللي بيستقبله بحياته. ومهما الإنسان سعي بقوته من دون نعمة ربنا ومن دون العطية الكبيرة اللي بيعطيها الرب للإنسان ما بيقدر يحصل على الخلاص. لأن إذا بنطلع بحياتنا إن كان معنا مصاري كتير أو مصاري قليل، بنلاقي في بيجي شغلة وشغلة قلبنا متمسك فيها ومتعلق فيها، ومثل ما بيقول يسوع بالإنجيل حيث يكون كنزكم هناك يكون أيضا قلبكم. كان في البعض كنزهم بيكون بالمال، يمكن أشخاص تانيين السلطة بالمركز، أوقات بنختبرها بعدة أمور. واحد يتسلى المسؤولية يمكن بلجنة الوقت يبطل بده يترك، ليش؟ بيعتبر كأنه عم بيحقق ذاته من خلال المسؤولية أو المركز اللي عم بياخده. كل واحد منا بيتمسك بشغله لأنه قدام نحس إنه حياتنا مرتبطة بأمور هالدنيا، أوقات بالجمال، أوقات بالشغل، بالوظيفة، بطل في محل لربنا. بصير قلبنا معلق بكنوز هالدنيا على مختلف أنواعها. لذلك يسوع بيقول إذا ما عرفت أيها الإنسان تلاقي الكنز الحقيقي بحياتك، لأنه شو الكنز الحقيقي؟ بقول عنه الإنجيل اليوم لما بطرس أمام كلام كبير قاله يسوع إنه عن هذا الغني اللي ما بده يتخلى، بطرس بقول له نحن تركنا كل شيء واتبعناه. بالواقع شو ترك؟ تركوا صيد السمك والسفينة، يعني تركوا الشيء اللي كان قلبهم معلق فيه لأنه حياتهم كانت مرتبطة بهالعمل. باتباعهم للرب يسوع اختبروا بأنه حياتهم مرتبطة فيه. مشان هيك بيقول لهم يسوع اللي بيترك من أجلي أي شيء بعطيه بداله 100 ضعف. لأنه الإنسان اللي بيختبر الحرية الحقيقية بيختبر بأنه الكنز الحقيقي، بأنه يعيش المحبة، بأنه يكون خير لكل إنسان. بيختبر ساعتها أنه عنده 100 بيت، بيت، وبأنه الكل إخوة وخيات وباي وأم. وبيختبر بأنه خيرات هالدنيا منا نقصته لأنه ربنا رح يكون أكرم. هيدا اللي بيقلنا إياه الرب يسوع، ولكن بفهمنا كمان بأنه اتباعه مكلف، لأنه بيقول إلى جانب كل شيء رح تحصلوا عليه ما تنسوا أنه اللي بيمشي وراي في اضطهاد، في ألم، في أشخاص رح يرفضوا النور، في أشخاص يمكن لأنك مسيحي ممكن يضطهدك، ممكن يفتر عليك. وهون الرب يسوع بيعلمنا كيف نعيش المغفرة الحقيقية وكيف نعيش المحبة اللي بتتجسد بالأفعال.
بتتجسد بالمواقف. كيف أنا بكون عم بعيش حقيقة كمسيحي؟ كيف بواجه كل الاضطهاد بالغفران؟ كيف بواجه الإساءة بالمحبة؟ لأنه بختبر بأنه الرب أعطاني الكنز الحقيقي. لذلك بداية ما نمرون عنايا عند ريح شربل نفهم شو معناتها أن الإنسان يلاقي الكنز، ولما بيلاقي الكنز بيتخلى عن كل شيء. ما حدا يعيش بالفراغ. أنا إذا ما لقيت الكنز الحقيقي، لو معي أشياء كثير قليلة ما في أتخلى عنها، ضلني أتمسك فيها وأتمسك فيها أكثر، لأنه بحس إنه حياتي مرتبطة بأموري، مش عندي كوخ، بحس بإنه حياتي متعلقة فيه، بتعلق بالأشياء الصغيرة اللي إذا بفقدها بحس إنه بطل عندي الضمانات اللي أنا عم برسمها لحياتي. بإنجيل اليوم ربنا بيعلمنا كيف نختبر إنه هو الضمان الحقيقي، لأنه هو الكنز، هو اللي أعطانا ذاته، هو اللي مات من أجلنا لتكون لنا الحياة، هو اللي فهمنا بأنه إذا عشنا معه بيعطينا أثمن ما لدينا، بخلينا نكون من أبناء الملكوت، وهالملكوت بيبتدي بحياتنا على الأرض، لأنه كل مرة بعيش المحبة الحقيقية ونكون بسلام، بختبر إنه أنا بالسماء، هذا الملكوت، ملكوت المحبة والعطاء، هذا الشيء اللي الرب بيوعدنا فيه، واللي القديسين بيبرهنونا إياه بطريقة كثير واقعية. كل القديسين، مش بس مشارك، كل القديسين فرفونا كيف بحياتهم لما لقيوا الكنز الحقيقي صاروا يسعوا إنه يمتلكوا هالكنز. مسيرتنا بدها تكون مسيرة صلاة. يسوع بيقول جملة كثير مهمة لما هون بيقول: ما من أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل. من أجل الإنجيل يعني من أجل البشارة الصادقة، من أجل كلمة الحياة. لأنه لما أنا بلاقي الحياة معه وبلاقي الحياة بكلمته من خلال الصلاة والتأمل في هاي الكلمة، هذا بخليني كل يوم أنا عم بعمل فحص ضميري، أسأل ذاتي بشو قلبي بعده معلق، وشي شو اللي ربنا بده يحررني منه حتى قلبي يتعلق أكثر فيه، وقلبي يكون عم بحبه أكثر كل يوم أكثر من يوم. بهالطريقة الإنسان المسيحي يسلك درب القداسة ويكون عم يتقدس. هيدي صلاتنا اليوم، نطلب من الرب يعطينا النور السماوي، نصدق بإنه دعوته لإلنا إنه نتبعه، وكل واحد منا بالحالة الموجود فيها، لأنه إذا واحد بيطبق الإنجيل بحرفيته ممكن الواحد يقول أنا مني مرغول هالشي، أنا مني راهب، الرهبان إني بيتخلوا بفوتوا على الباب، أنا عندي عيلة عندي أولاد بدي أعلمهم بدي طعميهم، كيف بدي أتخلى عن كل شيء؟ ربنا عم بيقلنا تخلى عن الشيء اللي قلبك معلق فيه، اللي بيفكر إنه حياته مرتبطة فيه، تحرر منه، ساعتها بتلاقي الكنز اللي هو ربنا، ساعتها بتختبر إنه كيف ربنا بيدبر، كيف ربنا حقيقة بيعاملك كابن والبي ما بيترك ولاده، ساعتها بيخليك تختبر الحرية الداخلية اللي كل يوم بتفتش عليه أكثر، وبتختبر كل الكنوز وكل العطيات اللي هو عم بيأمن لك إياها بحياتك، بس بتكون لقيت الكنز، وهذا اللي بيخلينا نكون عم نصلي أكثر وعم نصلي أكثر لكلمته، وعم نسعى إنه نكون معه وعم نتناوله بطريقة مستمرة، لأنه هذا اللي بيخلينا إن إحنا نعيش مع الرب ونكتنز منه أكثر وأكثر. إن شاء الله الرب يباركنا وبيعطينا إنه نعمل اليوم هالخيار إنه نختار الرب بحياتنا ونرغب بإنه نربح معه الملكوت السماوي. وبالختام بشفاعة إبنة مريم العذراء، شفاعة شربل ومضمون وكل القديسين، نستمطر عليكم بركات الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد والمجد إلى الأبد. آمين.